مساء الخير على كل مشاهدينا من كل مكان. حلقة جديدة ومميزة جدا من نص كلمة. خلوني في الأول أعتذر لكم عن عدم وجود زميلتي سارة، وأدعو وأتمنى منكم أن تدعوا لها بالشفاء العاجل إن شاء الله. بس عندي كمان مفاجأة حلوة جدا جدا جدا. النهاردة هيظهر معايا حد عزيز على قلبي أنا شخصيا، وهو الأستاذ محمد عيد. أهلا بك يا محمد، ومساء الفل عليك، منورني. مساء الفل عليك يا ياسمين، ومساء الفل عليك يا سيادة العميد، وطبعا مساء الأمل على حضراتكم، ومساء التفاؤل على قلوبكم وعيونكم. إحنا النهاردة إن شاء الله في نص كلمة ظاهرين معاكم النهاردة عشان خاطر في موضوعات كتير حابين نتناقش فيها. بس الأول احنا النهاردة هنسمع نص كلمة جديدة، نص كلمة مهمة جدا لمشاهدينا، هنسمعها من سيادة العميد أحمد رمضان. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بتمنى للأستاذة سارة بالشفاء إن شاء الله. إن شاء الله. مفتقدينك يا سارة والله. جدا. زي النهاردة الأحداث قليلة شوية ونادرة، لكن أنا اخترت لكم شوية أحداث ومعاها قصة بطل مصري. الغرض من القصة دي زرع روح الولاء والانتماء في ولادنا وشبابنا في وقت كثرت فيه الشائعات المغرضة. بتمنى انها تعجب حضراتكم ان شاء الله. زي النهاردة طبعا اليوم العالمي لحقوق الانسان. زي النهاردة سنة 1902 تم افتتاح الخزان التاسع لسد أسوان. زي النهاردة سنة 1956 ميلاد الفنانة المصرية لوسي، وهنرجع لها تاني في قصة جميلة وظريفة يعني هتعجبك إن شاء الله. زي النهاردة سنة 1976 وفاة الأميرة فتحية بنت الملك فؤاد أخت الملك فاروق. ومعايا ليكم النهاردة قصة بطل مصري. البطل ده تخرج من الكلية الحربية وخدم في سلاح المدرعات. أواخر سنة 1956 اتنقل للعمل في جهاز المخابرات العامة المصرية. البطل ده شارك في التخطيط لعملية ميناء إيلات الإسرائيلي سنة 1961، وفي مطلع 1962 جاب معلومات عسكرية حساسة عن صفقة طائرات فرنسية لإسرائيل، اللي هي صفقة طائرات المقاتلة مستير وسوبر مستير والميراج. البطل ده هو اللي درب رفعت الجمال الشهير برأفت الهجان بعد اللواء محسن ممتاز اللي هو جند رأفت الهجان. قال عنه مدير الموساد الإسرائيلي سنة 1988 قصة رأفت الهجان متشعبة ومركبة، وللمصريين الحق في انهم يفخروا بانتصاراتهم. قال ايضا مدير المخابرات او مدير الموساد الاسرائيلي ننظر باحترام شديد الى رجل ارهقنا كثيرا. البطل ده زمايله سموه قلب الاسد وعقل الثعلب، وسموه في الموساد الاسرائيلي الضبع الاسود. البطل ده هو السيد محمد نسيم نديم من الجيل الثاني للمخابرات العامة المصرية ومن الصف الثاني لتنظيم الضباط الاحرار. طبعا وعم الفنانة الكبيرة القديرة الفنانة يسرى. طبعا دي قصة مختصرة لبطل مصري. البطل ده ضحى من أجل مصر وعزة مصر وكرامة مصر، واللي قام بدوره في مسلسل رأفت الهجان الفنان الكبير القدير نبيل الحلفاوي، وكان على قدر كبير من الشبه منه. الفنانة لوسي قلت لكم هنرجع لها ثاني، دي رفضت تتعامل مع إسرائيل مقابل عرض مادي مغري، وعلى لسانها قالت رفضت العرض المغري لأن إسرائيل دولة معادية لمصر وما ينفعش طبعا أتعامل معاها. دي قصة سريعة عن السيد محمد نديم، وده كان واقع للفنانة لوسي. بقول للخونة ده محمد نديم ودي لوسي باختصار شديد في نص كلمة. انتوا بقى ايها الخونة تبقوا مين؟ هقول لكم انتوا مين برضو في نص كلمة. انتوا فشلة فشلتم في مصر وهربتم الى دولة معادية لمصر، وهاجمتم مصر من اجل المال ومن اجل الشهرة،
وما حصلتوش اي راجل من رجال مصر الشرفاء ولا اي سيده من سيدات مصر العظماء. يعني البلدي لا حصلت لا ست ولا حصلت راجل. فشلت وهربت صناعه تاريخ خيانه لنفسك ضد مصر مقابل المال. والرد على امثالك فيه خساره واهدار للوقت. بقول لك يا خاين، مصر دي انت اتولدت فيها وتعلمت في مدارسها ولعبت في شوارعها وحواريها. فبلاش تتطاول لا على مصر ولا على رمز مصر اللي حماك وحمى اسرتك ومنطقه الشرق الاوسط بالكامل والبلاد العربيه كلها من مؤامرات كتيره. والتاريخ يا خاين كفيل بالرد عليك وعلى امثالك. حقيقه مظبوط جدا. بقول للخونة اللي هم بينهشوا في مصر، الرئيس الفرنسي قدم اعتذار رسمي امام العالم كله للرئيس السيسي، وده فخر لينا كمصريين. حقيقة. رئيس فرنسا طلب من الرئيس السيسي ان يساعده ويعاونه في التصدي للنفوذ التركي الاسلامي المتطرف في فرنسا. لك ان تفخر ببلدك يا خاين. رئيس فرنسا طلب من الرئيس السيسي إدارة شؤون المساجد والمسلمين من الأزهر الشريف، ودي مصر وده السيسي. مش عارف أقول إيه يا خاونة برضو، هقول إيه؟ مفيش كلام توصفهم غير كده يا سيادة العميد يعني. طبعًا طبعًا، هو حقيقي فعلًا في نص كلمة حضرتك اختصرت فعلًا كلام كتير جدًا. كلام يعني بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى طبعا انه يحفظ مصر وشعبها ويحفظ جيشها وشرطتها ويحفظ طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا بقول لهم بعد كل الكلام ده، وخصوصا موقف فرنسا والرئيس الفرنسي في اتجاه فخامه الرئيس السيسي وشعب مصر، انا لا املك اقول غير تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. فعلا تحيا مصر. شكرا يا استاذه ياسمين. شكرا يا استاذ محمد. تسلمنا يا سيادة العميد، وطبعا يا رب دايما كده ان شاء الله يعني تمتعنا دايما بنص الكلمه اللي حضرتك بتقولها، وبتقولها فعلا في الصميم، ودايما بتقولها بالمفيد المختصر زي ما احنا بنقول. طبعا يا ياسمين في نص كلمه بالظبط. ده حقيقه بيها. ده حقيقه بنسمع معلومات يعني ممكن يكون البعض من الشباب او البعض من الاجيال الحاليه ممكن يكون بيسمعها لاول مره. وده الغرض على فكره، يعني هو الغرض انا مش بحكي قصص علشان الناس تسمعها، انتوا كجيل محتاجين القصص دي. بالظبط. انتوا محتاجين اللي يزرع فيكم روح الولاء والانتماء للوطن. دي حقيقة. لان مصر دي بتاعتكم في المستقبل. بالظبط. احنا خلاص يعني وقتنا. ربنا يديك الصحة يا ستر عمي. ولا لكن اللي جاي كله بتاع شبابنا واولادنا اللي في سنكم. احنا فعلا محتاجين ان يكون في دعم من حضرتك ليها. اللهم امين يا رب. طبعا مشاهدينا الاعزاء، ان شاء الله النهارده معانا في الفقره الاولى، هي فقره مهمه جدا، يمكن اخترنا ليها عنوان، وهو التنمر بيفقد الثقه بالنفس. التنمر عزيزي المشاهد بيفقدك ثقتك في نفسك، ده اكيد، لان التنمر اصبح منتشر في الفتره الاخيره بشكل كبير جدا. يمكن منظمه اليونسكو العالميه كان ليها احصائيه شهيره جدا وقالت ان نص مليار طفل في المرحله أو في مرحلة المدارس اللي هي المرحلة ما قبل الجامعية بيتعرضوا للتنمر. حضراتكم متخيلين الرقم؟ نسبة نص مليار طفل في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي بيتعرضوا للتنمر. كمان مش بس الإحصائية وقفت لحد كده، ده كمان أكدوا خلالها وأكدوا فيها إن بنسبة أو تجاوز نسبة الـ 34% أطفال يتعرضون للتنمر اللفظي. وكمان قالوا نسبة 8% أو تخطت كمان النسبة ديت، يعني أكيد تخطت، يتعرض أطفال برضو ما قبل يعني الأطفال ما قبل المرحلة الجامعية بيتعرضوا كمان للتنمر، بس التنمر الجسدي ده للأسف. كمان كان في ظاهرة أو في مش ظاهرة، كان في كمان يعني تقرير مهم جدا، تقرير بريطاني أكد إن 17% من الأطفال دي بيكونوا عايزين ينتحروا. يعني طالب او طفل لسه ما عداش ال 15 سنه عايز ينتحر، ليه؟ عشان خاطر التنمر. التنمر اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه في القران الكريم،
والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عنه كمان في الأحاديث النبوية، وإن ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يؤمرنا ويقول لنا لا تمشي في الأرض مراحا. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ولا تنابزوا بالألقاب. يمكن ربنا سبحانه وتعالى دايما بيرشدنا للطريق الصحيح والسلوك الصحيح اللي احنا للأسف الشديد يمكن في الفترة الأخيرة مفتقدينه في الشارع المصري، مفتقدينه في الجامعة، مفتقدينه في المدرسة، مفتقدينه بشكل كبير جدا جدا جدا. عشان كده احنا منورنا النهاردة في الفقرة الأولى الدكتور ناصر حامد، أستاذ التصميم المساعد بقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر. دكتور ناصر هنتكلم معاه عن دور الفن التشكيلي بقى في القضاء على ظاهرة التنمر، يمكن دي حاجة جديدة أول مرة بتقدم على شاشات التلفزيون وإن شاء الله تكون حصرية لينا، إن إحنا هنناقش ظاهرة التنمر بشكلها الموضوعي، بشكلها الديني، بشكلها السلوكي، وقد إيه إن الوازع الديني بقى ناقص عندنا للأسف في الشارع، فعشان كده أصبحت ظاهرة التنمر منتشرة بشكل كبير. عشان كده قلنا نغير لحضراتكم مضمون الكلام ونغير لحضراتكم الشكل، وإن إحنا نناقش ظاهرة التنمر من خلال الفن التشكيلي ودور الفن التشكيلي في القضاء على ظاهرة التنمر. يا ياسمين انت غلطت باسمي. عارف يا محمد انا مبسوطه جدا جدا بالفقره دي بالذات، ان يعني مع كلامك كله طبعا الاطفال اكتر ناس بيتعرضوا للتنمر، لكن احنا كمان ككبار بنتعرض للتنمر. ده للاسف احنا كل طبعاً. خطا في تنمر بقى حاجه طبعاً. بشعه جدا طبعاً. جدا طبعاً. ففعلا احنا لازم نحارب ده بكل قوتنا وندعمه، والاعلام كله يحاول انه يدعم الموضوع ده ويتكلم فيه، ويتكلم فيه كتير جدا مع الاسره. حتى لو انا عندي يعني شخص عندي طفل طالع متنمر، لا انا احاول احد من ده، ولو عندي شخص تاني يعني عندي طفل تاني هو بيتعرض للتنمر احاول ازرع فيه الثقه. هو كمان يا ياسمين مش الاسره بس اللي عليها الدور، هو يمكن الأسرة والأب والأم عليهم دور كبير جدا، لأن كمان في إحصائيات كمان كانت بتقول إن الطفل اللي مش بيعيش في بيت سوي، إنه بيعيش بين أب وأم، هو أكتر طفل بيعرض للتنمر وهو كمان بيتنمر. يعني حضراتكم شايفين المعادلة عاملة إزاي؟ طفل مش سوي بيتعرض للتنمر، وكمان هو بيكون عنده التنمر شيء كده مباح، شيء عادي. كمان يمكن التنمر يا ياسمين في الفترة الأخيرة أو كمان من فترة كبيرة خلى لعيبة كورة كبيرة وعظيمة تبطل لعب بسبب التنمر، سواء كان على البشرة سواء تنمر على الجنسية كتير. ودي اسمها عنصرية كتير. وإحنا بنرفضها شكلاً وموضوعاً يعني. يلا الفقرة التانية بقى هي فقرة مميزة جداً وأنا نفسي مستنياها. فقرة الميك اب ارتست. معلش يا محمد دي فقرة البنات كلها. هعرفكم مع الميك اب ارتست نجوى أشرف، هنعرف إزاي نحط ميك اب الصبح، إزاي البشرة البيضاء يليق عليها إيه، البشرة السمراء يليق عليها إيه، اللوكات الجديدة، كل ده هنعرفه في الفقرة التانية. استنونا بعد الفاصل وراجعين لكم تاني أنا ومحمد إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. ظاهرة التنمر بقت منتشرة في الفترة الأخيرة، عشان كده قلنا نناقشها بشكل تاني وبشكل مختلف، وهو دور الفن التشكيلي في القضاء على ظاهرة التنمر. عشان كده مشرفنا ومشرف حضراتكم الدكتور ناصر حامد، أستاذ التصميم المساعد بقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر. أهلا بيك يا دكتور. منورني يا دكتور. أهلا بحضراتكم. أهلا بيك يا أستاذ ياسين. أهلا بيك يا دكتور. طبعا بداية يا دكتور كده احنا عايزين نعرف ايه هو التنمر. التنمر هو التنمر انك انت في اساءة او ايذاء من فرد او عدة افراد ضد فرد تاني او مجموعة من الافراد التانيين، بغرض ايه؟ بغرض استيلاء عليه مثلا، ان هو يوظفه لحاجة معينة، ان هو يسيطر عليه اخلاقيا او جسديا، لاضعاف شخصيته بما واضعاف الشخصية بالظبط. ده هدف من الاهداف يعني، او التقليل منه فبتكون الفئة المستهدفة دي هي الفئة الاضعف. طب ضعيف من ناحيه ايه او من حيث ايه؟ يعني بيكون مثلا في العمر اقل عمرا من الفرد الاخر، بيكون مثلا التاني صاحب نفوذ وده مش صاحب نفوذ، عنده شويه مميزات مش موجوده عند التاني، مع فرقه بتدافع عليه والتاني لا وحيد وهكذا. يعني الحاجات دي كلها بتاثر على وبتلاقي منتشره في اماكن كتيره يعني. اكيد. طب يا دكتور التنمر انواع كتير بالظبط، عايزين نعرف الانواع دي عشان نحاول برضو نعالجها. اولها اللي هي اللفظي طبعا، السباب والشتائم والحاجات دي كلها بتبقى موجوده كلفظيا مظبوط. في الايحاء، بالايحاء
يعني يعني مثلا واحد يعني يقول للتاني هعمل مش عارف هتبعتك او يعني اوريك إشارات أو حاجات يعني. كده اشارات اشارات معينه اه بالظبط. في كمان الجسدي الضرب وغيره والعنف اللي بيحصل بين الاطفال ده بالاخص بيدخل في التنمر طبعا التنمر اه طبعا التنمر جسدي او بدني واخيرا طبعا الجديد بقى الالكتروني اللي هو عن طريق ده بقى اللي بقى المنتشر دلوقتي حد يبعت لحد تاني رساله يهدده مثلا فيها حد يقول له مش عارف انا هتوعد وهسلط عليك مش عارف ايه حاجات كده بتحصل في النت غريبه. لا هو السوشيال ميديا اصلا بقى كارثه. السوشيال ميديا بالظبط احنا معترفين ان السوشيال ميديا هي ليها سلبيات وليها ايجابيات بس ده اكيد يعني السلبيات يا استاذ محمد مغطيه ماشي بس يعني يمكن التنمر هو اصبح من سلبيات السوشيال ميديا لان هو ده السلبي اللي فيها فعلا صحيح فكره ان احنا بنتنمر من ورا لوحه المفاتيح زي ما بنقول بالظبط بنتنمر من ورا الموبايل عن طريق مواقع نعمل بقى اكونتات فيك وحاجات كتير ما بتبقاش شخصيات وهميه ده حقيقي صحيح فده دور بقى الاسره بيتعب نفسيا اللي هو الشخص التاني أكيد ده حقيقي المأذي بالظبط دور بقى الاسره احنا اكيد متفقين ان مش الاسره بس اللي عليها الدور لا في اكيد المدرسه كتيرة. والجامعه بالزبط. بس خلينا نبدا الاول بدور الاسره طبعا يعني لو في طفل معين يعني بيعاني من التنمر ده المفروض توعيه تقول له مثلا اتصرف تصرفات كذا وكذا وكذا ياخد مجموعه نصايح من الاهل ازاي لما يلاقي موقف يكون صعب عليه ازاي يتصرف فيه الحاجات دي كلها بتيجي للام والاب احيانا برضو بتيجي للاخصائيه الاجتماعيه في المدرسه تمام لازم كمان نفعل الدور ده بتاع الاخصائيه يعني يبقى موجود اخصائي اجتماعي في المدرسه يقول للطفل لو في تعرض لاي حاجه يلجا له الطفل يبقى النوعين بقى اللي بيتعرض للتنمر واللي بيتنمر مش كده بالظبط من الجهتين المعتاد عليه هو اللي عاده يعني بيعاني فهو اللي بيلجا للشكوى هو اللي بيلجا للشكوى فطبعا الاخصائيه هتجيب لا والله يا دكتور في برضو مثل اللي هو ضربني واشتكى احيانا قوي ده هو بيوصفهم والله بيعملوا كده بيبقى هو المتنمر وهو اللي اذي وهو اللي يروح يشتكي بيحصل كتير بتحصل بنشوفها كتير جدا اخلاق يد دلوقتي ما بتشوفش طب يا دكتور الاعلام يعني شايفين الفتره الإعلام دي الاعلام برضو دور الاعلام مهم طبعا. جدا احنا هو يا دكتور والله احنا بنحاول ان احنا لازم نتكلم في السلبيات دي لان بقى في ناس مقبله على الانتحار وفعلا بتنتحر بسبب التنمر وناس كبيره بيحصل. يعني ما بالك بقى اطفال دلوقتي اطفال كتيره جدا جدا بتتعرض للتنمر وده انا ظاهره مستغربه ان يبقى طفل لسه عنده 5 6 سنين وبيعرف يتنمر ويعرف يتكلم كان حد عنده 20 سنه ازاي ده انا مستغربه جدا بالزبط. هو في العاده الطفل بيتولد بيور يعني زي ما بيقولوا كده ايه خامه طيعه فبياخد من المحيط اللي حواليه ومن البيئه اللي حواليه بيكتسب شويه حاجات كده فبيضطر ان هو يبقى متنمر مثلا فالدنيا كلها بتبقى مش سليمه يعني بالظبط طيب احنا قلنا كده دور الاسره عايزين بقى دور الجامعه بما ان حضرتك استاذ جامعي وكمان مش دور الجامعه بس دور الفن التشكيلي بقى اللي هو اصلا موضوع فقرتنا في القضاء على ظاهره التنمر تمام انا بقصد بالفن التشكيلي القنوات اللي هي فيها بس مثلا للمجلات الاطفال مثلا للحاجات اللي وافده اللي هي القصص الغريبة اللي بجنة اللي فيها حاجات كده مش سليمة يعني تمام. فيها إسقاطات مفروض إحنا كعادات مصرية وموجودين في عادات وبيئة سليمة بجنة حاجات مش مظبوطة تمام زي تمام. إيه مثلا يجي يقولك عن الأديان أو يجي يقولك مثلا عن حاجة مش موجودة فينا يعني فبالتالي ده كله ده بيأثر على الطفل وبيخلي الطفل يكتسب الحاجات دي وخصوصا مع الاطفال في مجالات الطفل والكتب الاطفال وكده الوافده بتبقى غير سليمه يعني بالظبط طيب في حاجه بقى حصلت كمان الافلام اتفضل. والحاجات دي اتفضل. الافلام اللي هي الوافده برضو نفس الموضوع الافلام برضو فيها حتى العربيه بتلاقي فيها شويه حاجات كده مش سليمه يعني افيهات بتدخل بيدخل بعض افيه زي ما بيقولوا الحاجات دي كلها الطفل بيكتسبها بيمارسها للأسف يعني الأفلام والمسلسلات طبعا ليها تأثير كبير جدا على الجيل ده والرسوم متحركة وحاجات كتيرة جدا طب يا دكتور برضو عايزين نعرف حضرتك تكلمنا شوية عن دلالة الألوان في مجتمعنا بالزبط. طبعا لكل لون ليه دلالة فأنا عايز أعرف هاي ده مستنية بقى مستنية السؤال ده بالذات ده المهم هو احنا دارسين ان كل لون ليه دلالة فعلا وليه سيكولوجية معينة بتأثر على المتلقي
مثلا بتلاقي اللون الاحمر بيأثر على يعني بيخليك انك انت انفعالي، بيخليك انك انت تبقى وحشي، يعني بتتصرف بوحشيه. اللون الاحمر، الاحمر لان الموج الطول الموجي بتاعه عالي. فبالتالي بيأثر على نفسيه الطفل، لما تلاقي مثلا اوضه كلها حمراء فالولد بيتأثر باللون ده. لما تلاقي مثلا طفل متربي في الريف وقدامه الخضره بتلاقي بيطلع كويس سوي، تحسه هادي شويه، مبقاش فيه طقطقه يعني. الطبيعه التنمرات دي ما بتبقاش موجوده. دي الطبيعه ولا اللون بقى بتاع الطبيعه؟ ما هو اللون اللي موجود جوه الطبيعه اللي هو اللون الاخضر. تمام بالظبط. فاحنا ممكن نقول الوحشيه عن طريق الاحمر، الامواج الطوليه بتاعته عاليه فبتاثر على نفسيه الطفل، وده طبعا المفروض نتقيها. تمام. كمان الالوان اللي هي فيها اخضرات والازرقات بتلاقي لون صافي. تمام. فالطفل برضو نوعا ما بيتاثر بيها فبيطلع راجل سليم يعني وسوي. تمام. الالوان البيضاء بتاثر برضو، النصاعة والنقاء والحاجات الجميله، فتلاقي في اللون الابيض الفرح والحاجات الحلوه بتبقى لون ابيض فعلا، الزفاف والكلام ده كله ابيض. وده بيخليني استغرب ليه ما بنعملش مثلا، يعني عندك المغرب بيلبسوا ساعات القفطان بتاعهم لون احمر، وساعات بيلبسوا كل بلد لها عادات وتقاليد، يعني بس عندهم القفطان ده. فبستغرب جدا ليه احنا كعرب يعني الواحد، او احنا كمصريين احنا الوحيدين اللي بنلبس فستان ابيض. ما هو عشان هو ده البهجه وده الفرح بتاعتنا، هو ده عاداتنا وده تقاليدنا فعلا. في بلاد ثانيه تلاقي الاسود هو الحاجه اللي ده حقيقه. عندنا الحزن والكآبه موجودين في الاسود يعني. ليه بقى؟ واحيانا بيبقى فيه فخامه في الاسود. ايوه انا بشوف الاسود فخامه. ليه الناس بتشوفه ان هو يعني حزن؟ لان هو مرتبط بالموت والحزن فعلا. والانتقال لل احنا ربطناه بده. بالظبط. فبقت عاده كانه ظلام، او بنسويه ان هو ظلام. بالظبط. صح اللي هو لون الظلام. تمام. يا دكتور ناصر، احنا بقى في حاجه كده حصريه حابين نقولها ان شاء الله في ختام فقرتنا. في معرض مهم جدا ان شاء الله هيقام في مدينة 6 اكتوبر، عايزين بقى حضرتك تقول لمشاهدينا المعرض ده يوم كام؟ وبعنوان ايه؟ وهتقدم لنا ايه في المعرض؟ هو المعرض اللي هيتعمل ان شاء الله في المكتبة المركزية بجامعة 6 اكتوبر. تمام. المكتبة المركزية بجامعة 6 اكتوبر هتبقى تحت عنوان انا ضد التنمر، بتضم لوحات من الفن الكاريكاتير والمعالجة بتاعتها اللي هي المفروض بتمنع التنمر. تمام. يعني كاريكاتير موقف بين واحد وطالب وطالب مثلا، او طفل وطفل بيتنمروا على بعض، واحد بيتنمر على الثاني، ففي النهايه بيقول لا انا ضد التنمر، بياخد منه عظه يعني. ده معناه ان الفن التشكيلي ليه تاثير على التنمر. دخل في الموضوع. بالظبط دخل في الموضوع. ازاي يعني؟ فدي من خلال سريعا ان ازاي الفن التشكيلي هيعالج يعني التنمر، او حتى هيقلل منه سريعا. بس عشان الوقت قرب والله هي الفقره جميله جدا بصراحه. ومش يعني موضوع شيق. يعني مثلا من ضمن الحاجات الكادرات اللي موجوده ان طالب بيقول للتاني، او بنت بتقول للتانيه يا تخينه او حاجه كده، ففي تحت عنوان بيقول في شخصيه بتظهر بتقول لا انا ضد التنمر، ما ينفعش الكلام ده. صح. صح. واحد بيقول للتاني انت مش عارف مناخيرك عامله ازاي، وهكذا. وده مواقف بدني. هيبقى فيه مواقف، ومن خلال المواقف دي هيبقى فيه اصلاح، فده دور الفن التشكيلي في حاجه زي كده. جميل جدا. انا فعلا فان شاء الله تشرفونا، يا ريت والله. طبعا اكيد طبعا. اكيد طبعا. ان شاء الله كاميرا نص اكيد طبعا يا دكتور. ان شاء الله ان شاء الله هنكون معاك ان شاء الله. ربنا يخليك. بشكرك يا دكتور ناصر. دكتور ناصر حامد، استاذ التصميم المساعد بقسم الاعلان بجامعه 6 اكتوبر وكليه الفنون التطبيقيه. بنشكرك ان حضرتك شرفتنا، وان شاء الله يكون لينا تواجد مع حضرتك ان شاء الله في المعرض، وان شاء الله يكون في لقاء تاني مع حضرتك هنا في الاستوديو برضو. بشكرك يا ياسمين. وانا بشكرك يا محمد على وجودك معايا. انا مبسوطه جدا والله ان انت مقدم معايا، يعني اضفت بهجه. وسرو طبعا ساره بتضيف بهجه عشان مش عايزين ساره تزعل مننا، لكن يعني انت ان شاء الله ترجع لنا ساره ان شاء الله من الاسبوع الجاي. ترجع ان شاء الله تنور برنامجها وتنور الشاشه كعادتها وتنور القناه كلها ان شاء الله. دلوقتي هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل هتكون زميلتي ياسمين ان شاء الله مكمله مع حضراتكم مع الاستاذه نجوى اشرف، وفقره مهمه جدا عن الميك اب اللي هي فقره ياسمين اللي هي اصلا مستنياها. طبعا ان شاء الله. فاصل وما تروحوش في اي حته. تمام. مليم في نص كلمه، ومعانا الميك اب ارتست نجوى اشرف اللي هتعرفنا كل صيحات الموضه، وهتعرفنا كل اللوكات اللي ممكن نعملها في راس السنه. وكل سنه وانتم طيبين لكل احبائي اللي بيتفرجوا عليا. ازيك يا استاذه نجوى؟ ازيك يا سلام. منوراني. شكرا. اول سؤال بقى عايزين نبدا بيه. طبعا الصبح احنا نازلين كده شغلنا بنلاقي البنات كلها ضربة اي الوان في وشها، ويعني كانهم رايحين فرح،
منظر بيبقى صعب بصراحه على العين. طبعا ما بفضلش ان هم يعملوا كده نهائي. طب بيعملوا ايه؟ الميك اب البسيط خالص. بحب الميك اب انه ميك اب، يعني حواجبهم مثلا يرسموها بباودر، بلاش جل نهائي الصبح، بلاش تحديد الحواجب، كانها طبيعيه خالص. ايوه. كمان الرموش، لو عايزين يحطوا الرموش تكون خفيفه قوي. كمان البلاشر يا ريت يكون تنت يعني خفيف. ما يفضلش ان هم يحطوا رموش اصلا. يا ريت يحطوا يعني ماسكارا كفايه. لكن ممكن يحطوا رموش بس خفيفه قوي، ما تبانش ان هي رموش تقيله لان هم نازلين الصبح. طبعا. بلاش كمان الهايلايتر الباودر اللي يا ريت يكون هايلايتر سائل عشان ما يبانش في الشمس، يضرب في وشهم يبان قوي ان هو بيلمع. كمان الروج يا ريت يكون هادي قوي، بلاش الروج الفاقع قوي، وفوق العين كمان يحطوا اللون اللي يبان طبيعي، يعني اللي هو مثلا البينك والروز واللي هي الالوان دي، ولا ممكن البيج، ممكن البيج الفاتح فوق وتحت العين عشان يبانوا طبيعيين قوي. ما يبانش طبعا لو عندهم مشاكل ممكن يحطوا كونسيلر تحت العين، طبعا لو عندهم هالات شديده ممكن يحطوا اورنج الاول وبعدين يحطوا عليها طبقه الكونسيلر الثانيه عليها وبعدين يثبتوا بالباودر. جميل جدا، يا رب يسمعوا كلامنا وما نشوفش المنظر اللي بيخض كل يوم ده. طيب لو حد عينه ضيقه ازاي نوسعها بالميك اب؟ تمام. بصي، العين الضيقه دايما بتحتاج الالوان الفاتحه علشان تبان اوسع، زي مثلا واحنا في بيوتنا لو حسينا ان مساحه البيت قليل بنحتاج ندي لون فاتح عشان يبان قدام عينينا اوسع. فبرجح يعني البنات ان هم يحطوا جوه عينيهم بيج مثلا او ابيض، بلاش الابيض قوي، ممكن البيج يبان طبيعي اكتر. فوق عينيهم يحطوا برضو الوان فاتحه عشان يبانوا مساحه اوسع يعني فوق العين. طيب دلوقتي هنروح على الموديل، انت قلتي هتعملي لنا لوك غريب يا جماعه. معلش غريب، انا ما قلتش غريب، انا هعمل لوك ينفع يوم راس السنه قوي، يعني ينفع سهرة. ينفع سهرة. هو مبدئيا هي كل اللوكات الجميلة جدا وانا نفسي عاملة واحد منهم وهو استغلتها، بس احنا ما خدناش وقت كفاية وصبعتيني عشان وقت الحلقة بتاعتك. انت فاجئتيني ان انت تعملي لي لوك، فهو جميل جدا. لا هو عاجبني جدا واكيد عاجب المشاهدين، هم مش واخدين عليا كده خالص. انت من غير اي حاجة. ميرسي يا استاذة نجوى. فانا بقول ان اللوكات بتاعتك دايما مختلفة، تحسيها شوية غربي. بصي عشان ناس كتير جدا بتسألني السؤال ده، انا بحب اعمل لوكات غريبه تدريب لنفسي انا وشغلي انا. بعيدا عن شغل الناس، يعني ممكن اروح للعروسه او ميك اب سواري، ما بعملهمش الشغل ده نهائي طبعا. لان انا بحب اعمل تدريب لنفسي ولايدي بس مش اكتر. طب تعالي شرفينا بقى تعملي لنا رسمه العين اللي انت وعدتينا بيها. طبعا انا بدات الاول نضفت لها بشرتها كويس قوي، وبعدين حطيت لها البيز الفاونديشن، بس قبله المرطب طبعا، وبعدين الفاونديشن، بعدين كان عندها هالات حطيت لها الاول كوريكتور اورنج، وبعدين عملت كونسيلر تحت العين، دمجت كويس جدا. تمام. وثبتت بلوس باودر، رسمت الحواجب. طبعا ده تريند دلوقتي. ممكن تشرحي لنا وانت شغاله؟ تمام. عشان برضو الوقت بتاع البرنامج. انا جهزت لها البشره عشان ابدا في العين على طول طبعا عشان وقت البرنامج. اتفضلي. هختار الوان تليق قوي مع روج احمر، وهي كمان الوان موضه يعني. او كمان انا حطيت رمش هنا، هحط الرمش تاني وانا شغاله عشان نشوف عشان الفرق. يبان الفرق طبعا. تمام. طبعا الوان دي طالعه موضه جدا. والناس اللي حابه، اللي مثلا عايزه تنزل ومحتاره تحط ايه، الالوانات دي بتليق مع اغلب الناس، يعني ممكن مثلا ينزلوا بيها الجامعه. ممكن ما تبقاش اوفر. لا، بصي هادي ازاي، هادي بس ما انتقلش عن كده. جميل. انا طبعا بحط الوان هادي خالص لاني هحط روج صريح احمر، فبحاول اقلل فوق العين. مع البني تحطي احمر؟ عادي، هيطلع حلو هتشوفي. اكيد طبعا. طبعا هنرسم وينج اي لاينر. بصي لون هادي ازاي، تحفه، حلو قوي، جميل جدا، ولايق على بشرتها. هو في الوان معينه بتلاقي الناس السمراء؟ اكيد اكيد، البشره السمراء دايما بنحتاج الالوان الغامقه، الالوان الصريحه، لان لو حطينا لون هادي بيبان البشره بهتانه وتعبانه. فاحنا نحط الالوان الغامقه، يعني البني غامق، نبيتي، اورنج غامق. تمام. احنا ممكن لو عرضتوا الشغل بتاعي هنشوف ميك اب اورنج. انا عملته لها ميك اب اورنج غامق شويه لان البنت ما كانتش بشرتها فاتحه. الصور جاهزه يا جماعه؟
الو ماشي ممكن تعرف موجودة معايا. طب ماشي طبعا بدخل اللونين في بعض تمام عشان ما يبقاش فيه خطوط. لوك بسيط وسهل. ممكن بنت تحط لون واحد ممكن تحط لونين وتدخلهم في بعض كأنه برضو لون واحد في النهاية. وده شكل العين من غير طبعا ايلاينر. هنحط الايلاينر وبعدين نحط الرموش. هو تحفة اصلا من غير حتى يعني اللون لايق عليها جدا. طيب هو انت حضرتك يعني الميك اب بتاعك كله اوريجينال ولا ممكن عادي نستخدم حاجه هاي كوبي وتمشي؟ لا مش ممكن لازم كله اوريجينال. اكيد اوريجينال اكيد. نرسم الوين. طيب دلوقتي في سؤال بيلح عليا انا شخصيا دلي. هو كل الناس البيضة بيليق عليها كل الالوان زي ما الناس بتقول ولا برضو البنت البيضة بيليق عليها الالوان؟ البيضة بتحتاج الالوان الفاتحة عكس بقى السمرة طبعا. البينك اتكلمي فاتح تمام اتفضلي اشتغلي. احنا برضو عايزين نتفرج ايه ان انت بتشتغلي. يعني انا عايزه ايه اتكلم معاكي وانت شغاله طمع. لاني عايزه اتفرج برضو على اللوك اللي هيجهز دلوقتي. هي اصلا زي القمر. هي جميله بصراحه من غير اي حاجه بتريحني قوي بتريحني على ان المساحه بين عينيها والحاجب كبيره فبقدر اعمل فوشاه. ده بيفرق لوكات كتير. اه طبعا العين الضيقه زي ما قلت لك بتحتاج ايه بتحتاج شغل فوق لا لا بتحتاج حاجه خفيفه خالص. فهمتي؟ احنا بنرسم الوينج بس. طبعا انا بتعلم منك ازاي ارسم دلوقتي الايلاينر ده لان انا ما بعرفش ارسمه خالص اكيد بنات كتير زيي. انا استفيد بالوينج يعني مش هعمل لاينر كامل اللي هو بس في اخر العين. اه ده عشان يوسع يا استاذه نجوى ولا لا؟ عشان لا مش عشان يوسع يدي مظهر صح. اه يشد عينيها يشد عينيها كده. احط بلاشر حطه على برونزر. طيب شويه انا شايفه ان هي مناخيرها كانها متحدده. انت ازاي بتصغري المناخير كده ويعني وتخليها مش عريضه مثلا؟ هي مناخيرها اصلا قصيره فانا ما احتجتش ان انا ايه تقللي الطول. اه تمام فبستكفي بس بالخط بخطين في الجنب ومن تحت شويه بالكونتور كده من الجناب. اه عملته بلون اغمق كل من البنات لون. تركز بقى في كلام الاستاذه عشان بهي كل جايبين لها كل حاجه. لون اغمق من لون بشرتها درجتين اللي هو الكونتور لازم. اه بالظبط. اي بشره اقل منها درجتين. اه بالظبط. لا اكتر من لون البشره درجتين. اغمق من لون البشره درجتين. اغمق من لون البشره درجتين. طيب لو عايزين برضو الشفايف نصغرها. هي اصلا سوري صغيره وهي نكبرها يعني هي فعلا انا عملت لها كونتور عند شفايفها. عملت كونتور حددته فوق شفايفها وحطيت تحديد عشان احط طبعا الروج الاحمر على طول. أكيد. اكيد طبعا يا استاذه نجوى حضرتك اشتغلتي على نفسك كتير جدا وقت طويل. انا تعبت قوي بجد. انت بقالك كام سنه كده في المجال؟ لا انا سنتين. بقالك سنتين؟ بس انا متابعاكي بقالي فتره يعني كل لوك مختلف عن اللي قبله بحس ان في ازدهار كده وفي حاجات بتظهر جديده وافكار جديده. بصي انا قعدت شهور كتير جدا في البيت مع نفسي يعني بدرب نفسي ما ظهرتش للناس غير لما حسيت ان انا فعلا هعجبهم واكون متمكنه مش اي حاجه وخلاص يعني. ايوه ايوه. انت طيب اتدربتي فين بقى يا استاذه نجوى ولا يعني؟ انا اخدت كورس كده بس يعني اللي ما استفدتش منه بالقدر الكافي. لكن حقيقه فعلا يعني لكن اللي فادك اللي فادني التدريب النفسي. قعدت حوالي 6 شهور في بيتي. اشتريت طبعا ميك اب رخيص ما استخدمتش الميك اب ده في التدريب. طيب عايزين برضو ناخد منك نصايح كده للناس اللي هم
يعني ما بيعرفوش يحطوا ميك اب قوي مش هيعرفوا طبعا يعملوا معظم شغلك، يبقى حاجه بسيطه زي ما قلت لك، هي الحاجات الهاديه خالص، يحطوا تنت مثلا لون خفيف فوق عينيهم، الحواجب بالبودر تمام تمام، كمان بلاش الجل للحواجب العريضه، نستكفي بالبودر بس، نملى بيها الفراغات تمام. شكل العين اتغير جميل جدا. طيب والحواجب يعني مثلا الوش الرفيع قوي، الحواجب تكون تفضلي تكون عريضة ولا رفيعة أو متوسطة؟ لا متوسطة، أنا في الغالب بحب الحواجب أصلا متوسطة. يعني مثلا لو حواجب زي الموديل اللي مع حضرتك دي تنفع مثلا مع مثلا وش زي مدور مثلا؟ لا ما ينفعش مع وش زيك، ما ينفعش. يبقى لازم حد يكون وشه ايه؟ كبير؟ شوية. طيب ولو وشي أنا يليق عليه ايه؟ اللي انا عاملاه لي، اللي انت عاملاه لي اهو، اللي هي عاملاه لي اهو اهو، لازم يعرفوا شايفينه. تمام. طبعا بنحط الروج الاحمر. تمام. هو اتفضلي الروج الاحمر ده ينفع لمناسبات؟ طبعا هو انا بموت في الاحمر، بموت فيه يعني. بس هو بينفع كل الستات بتحبه يعني، حلو قوي. بس هو ينفع يعني يتخرج بيه الصبح؟ لان بشوف بنات كتير خارجه الصبح باحمر. لا طبعا، لا لا لا، مش عارفه ليه. لا تمام. هي اخر خطوه اللي هي الروج. الروج بقى والهايلايتر. والهايلايتر اوكي. طب يلا كده تمام، الحلقه خلصت؟ لا 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 اتفضلي معاكي عادي، معاكي وقت تعملي الهايلايتر. تمام. ربطنا تحفه جدا كده عشان وقت بس الحلقه. حاضر. احنا طبعا ما شبعناش من حضرتك، وبنتمنى ما خلصش يعني كده، الناس تقول ايه اللوك ما خلصش؟ لسه في تاني في شغل فوق عينها يعني تحت عينيها. هو تحفه جدا عامه، مش محتاج اي حاجه تاني، هو تحفه جدا. وطبعا هيكون لنا حلقات كتيره مع حضرتك لان احنا ما شبعناش، ويا رب كل البنات اللي شافتني النهارده تستخدم الميك اب الصح. بلاش شغل الافراح ارجوكم، الا يعني حطوا الميك اب كل حاجه في مكانها، احنا بنحاول نساعدكم على قد ما نقدر. على فكره انا كمان زيكم كنت برضو ما بعرفش احط الميك اب المظبوط. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من استاذه نجوى معانا، تشرفتيني جدا جدا وانا مبسوطه بوجودك معانا. خلي بقى الموديل بص كده للكاميرا عشان تبقى ظاهره تحفه جميله جدا. شكرا لكم مشاهدينا، ويا رب تكونوا انبسطتوا معانا في الفقرتين. وهيكون في مسابقه معانا الاستاذه نجوى على الصفحه بتاعتها، هيكون في خصومات كتيره جدا، هتتواصلوا عن طريق الصفحه بتاعت استاذه نجوى، هنعرضها لحضرتكم. ونتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا معانا النهارده، ونشوفكم في حلقه جديده من برنامج نص كلمه.